من ضمن الأسئلة، إيه الأفضل إن أنا أدرس في كلية العلوم السياسية أم كلية الحقوق، الدراسة والعمل بعد التخرج والترقي؟ الحقيقة على حسب يا أحمد أنت حابب إيه؟ هل أنت حابب مجال الحقوق والمحاماة والبلطو والشركات والمحاكم والجو ده ولا لأ؟ ولا حابب كلية العلوم السياسية السياسة والأمور دي؟ طبعا كلية العلوم السياسية محتاجة حد يكون مهتم بحتة المجال العلوم السياسية والحتة دي. وخلينا اكون صريح معاك بصراحة، كلية حقوق سوقها اوسع في حالة ان انت لو قررت انك تنتقل منها لعمل تاني. يعني انت دخلت كلية حقوق قررت ان انا يا عم بلا حقوق بلا بتاع، انا مش حابب الحقوق، خليني ايه ادخل في مجال الاتش ار او الماركتينج، هتلاقي نفسك دخلت في المجال عادي، السوق متقبلك وعادي جدا خالص. لكن خريج العلوم السياسية تمام هيدخل بعد مدة، ولكن مش زي خريج كلية الحقوق الموضوع بالنسبة له فيه فليكسابيلتي او مرونة اكتر. ده في حالة ان الاتنين بالنسبة لك مش فارق معايا. طبعا لو انت حابب العلوم السياسية ادخل فيها وربنا يكرمك والارزاق على الله، ولكن لو انت مش حابب بصراحة اي حاجة وواضح كده اللي هو اي حاجة يا اسطى وبتاع، ادخل على كلية الحقوق وربنا يوفقك. لكن خلي بالك يا احمد انت مختار كليتين الاتنين فيهم نظر كتير قوي قوي قوي، انت بتتكلم على الدراسة، فخلي بالك انت الاتنين خصوصا في كلية الحقوق في نظر كتير، فانت اوزن الامور وربنا يوفقك ان شاء الله.